السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو اليوم 23 من شهر 6 شهر حزيران. هذه الخلية رقم 10 كنت قلقا عليها، لأنني وجدت النحل متكورا أو متجمعا في مدخل الخلية قبل يومين ثلاثة. فهذه الأيام القليلة الماضية كان النحل متجمعا في الجهة اليمنى كثير، وشعرت أن بعض النحلات أو بعض من هذا النحل قد مات. لكن الآن أشوف الآن الحمد لله حركة ونشاط وإدخال لحبوب اللقاح بألوان مختلفة في مدخل الخلية، ما شاء الله نشاط جيد. واليوم اليوم مشمس، ودرجة الحرارة تقريبا 18 درجة إلى 20 درجة، والنحل لا يأبه بي. أنا هنا أمام المدخل لكن النحل يقوم بنشاطه. فالخلية رقم 10 والخلية رقم 8 نفس المشكلة كانت، كنت قلقا عليها أيضا، لكن الحمد لله الدخول والسروح والنشاط مستمر هنا، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فلعل تكور النحل أو تجمع النحل في المدخل كان سببه والله أعلم البرد والمطر، لعله كان يجتمع وينتظر الخروج، لكن الحمد لله الأمور طبيعية رغم أنني لم أكشف على الخلية. الحمد لله الأمور طبيعية جدا، الحمد لله رب العالمين. معكم محسن سبينداري من أوسلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.